الحمد لله، ستريس نقص قوي قوي. وانا اللي كلمتك وقلت لك انه التراكمي اصبح عندي 4، برافو عليكي. قدرت اتعامل مع نفسي. كان كام يا تسمعيني أحلام؟ دكتورة؟ كان كام يا أحلام ونزل لأربعة؟ كنت لقيته 6.6. تسمعي فيا دكتورة؟ يا حبيبتي، 6.6 ودلوقتي هاي 4. برافو عليكي. لقيته 6.6 اول مرة، وبعدين نزلت ل 5.3، وبعد شهر 4.6. برافو عليكي، شطورة. انا خرجت روحي من الستريس. كفاية حبيت نفسي. برافو عليكي. الاسترس عالي جدا. انا بزعل، باكل، بفرح، باكل، حد بيضايقني اكل، يعني بخاف باكل، وبعد ما اكل بقى المصايب كلها تيجي، يعني السكر يعلى، بطلع كل على ولادي، انا عندي بنتين، كل الاسترس اللي بيحصل لي بطلعه عليهم، فمش عارفة بصراحة اعمل ايه. انا عايزة حضرتك تساعدني في الموضوع ده والله. يعني انت محتاجة ايه يا هبة؟ انا محتاجة اخس، ده اللي نفسي فيه. وايه اللي موقفك عن ان انت تخسي؟ انا بخس كتير بس برجع، يعني ما بكملش، اللي هو يعني ايه شهر شهرين اخس، يعني حبة كويسين كده تلاقيني جات لي انتكاسة تانية، رجعت تاني اكتر، باكل اكتر من الاول، ومش فارق معايا بقى السكر ولا فارق معايا اي حاجة تانية.